اعمل ستارت. مو بنفعش اعمل ستارت في الشرايع. ما بقدر يعمل ستارت، ما بقدر. بش فيه اوف لاين، اوف لاين. الشرايع مش راضية تشتغل. طبعا بسبب انقطاع المتواصل للاتصالات والانترنت توجهنا للاي سيم الدوليه، البطاقات الدوليه عشان الحصول على الانترنت. طبعا لكن هاي معاناه كبيره ثانيه، لانه لازم نكون في مكان عالي عشان نلقط اشاره للشبكات الدوليه او نتوجه لمناطق حدوديه عاليه انه مفتوحه، الاماكن فيها مفتوحه عشان نلقط ارسال واتصال حتى نقوم بمهامنا الصحفيين وارسال المواد الصحفيه اللي بتحتاج الانترنت كبير وعالي. عن طريق اصدقاء صحفيين في الخارج في اوروبا في امريكا بيبعثوا لنا اياها، بنشتريها عن طريق الانترنت وبيبعثوا لنا اياها عباره عن كود، واحنا بندخله بنكون لازم يكون عندنا انترنت اصلا عشان ندخله، فهي معاناه ثانيه. فلما بتصير يعني ممكن ساعتين ثلاثه عشان نحصل على البطاقه هاي. ولولا هذه القطع اننا انقطع عن العالم، ولا احد يعلم ما الذي يحدث هنا في قطاع غزه، حتى اننا احيانا نقوم بتشغيل اللايفات المباشره عبر هذه القطع وهي 4G و5G صاحبة إرسال قوي وتؤدي الغرض وتقدم الخدمة بجودة عالية وتساعد الصحفيين في تجاوز هذه المرحلة الخطيرة عندما يتم الانقطاع تماما، وتساعدنا على التواصل مع العالم الخارجي والعالم المحيط